مشاهدينا الكرام، المخرجة الإماراتية نهلة الفهد من الأسماء اللي فعلا تألقت في الدراما الخليجية كمخرجة، خصوصا في السنوات الأخيرة بعد ما لمع اسمها في عالم الكليبات. اليوم تحل معنا ضيفة. مرحبا الساعة، إيش حالك؟ مرحبا ملايين ولا يسدن، بخير، إيش حالك أنت؟ الحمد لله، نورتي استديونا حبيبتي، وانا وايد مستانسه ان اليوم اكون ضيفه عندكم، وان شاء الله يا رب اكون ضيفه خفيفه ان شاء الله على البرنامج. مساك الله بالخير. مسا النور، يا هلا فيك، حياك الله. نبدا من دموع الافاعي، ايش اخباره؟ دموع الافاعي الحمد لله بخير، خلصنا من كم من يوم التصوير. طبعا كان عندنا فتره تقريبا 3 أيام تصوير بالامارات، بتحديدا في إمارة الفجيرة، والحمد لله صورنا. وكانت شوف بشكل عام أجواء هذا العمل كانت جدا سلسة، وفيها ذكريات وايد حلوة قضيناها أنا وطاقم العمل والفنانين ونجوم العمل، وسعيدة جدا بهذه التجربة. بس عرفنا في شيء استفزك في النص، مثل أنت قولي لنا، مثل احنا بنعرف قولي لي. احنا بنعرف منك، يمكن في اشياء وايد استفزتني. الفكره او الاسم؟ يعني او الاسم، الاسم اسم دموع الافاعي، شو لان انا بطبعي انا ما احب الافاعي والحياه، ف كانت عندي فكره اني اغير اسم العمل. وبعد شوي حتى لما جربنا سوينا تيست شوي مع الناس، مع الناس القريبين منا، نفس الشيء يعني حسيت ان تقريبا 90% أو 80% من الناس يقولون شو يعني دموع الأفاعي، يعني صارت عندهم ردة فعل شوي، يعني عرفتي حسيت أنها شوي سلبية، وأنا ما أحب النظرة السلبية لأي شغلة، فبغيت أغير الاسم. بس مشى الموضوع واشتغلت الهاشتاقات والناس بدأوا يسألون عنه، فقلنا خلاص يلا، يمكن رب ضارة نافعة، ما ندري. طيب اليوم الفن مدارس، هناك من يقول أن المخرج هو سيد العمل، وهناك من يقول أن المنتج هو سيد العمل. كيف ترين هذا الموضوع؟ أنت مع المخرج سيد العمل ولا المنتج؟ أنا أشوف أن إذا كان فريق العمل كله على إيد وحدة وقلب واحد، الأمور إن شاء الله بتمشي بسلاسة. صحيح أنه لازم يكون في قائد، بس هذا القائد لازم يكون ذكي وله أسلوب في التعامل وأخلاق في التعامل أيضا، وبعدين الأمور بتكون سهلات إن شاء الله. شاركتي في اختيار الممثلين؟ أكيد لازم المخرج يكون رأيه ويكون دور في اختيار الممثلين، لأن بالنهاية المخرج هو اللي بيتعامل بصورة مباشرة مع الفنان. اخترت الأستاذ عادل يحيى. كيف؟ اخترت الأستاذ عادل يحيى. كيف اخترته؟ هو المنتج، يعني أنه صار في عمل مشارك بينكم يعني بالتعامل. أكيد هي الأستاذ عادل يحيى، بالعكس يعني ارتحت وايد بالتعامل معه، لأنه يعطي الأريحية للمخرج لنظرته لطرح أفكاره، فالحمد لله كان جدا متعاون. يعني حتى مثلا في اسم معين مثلا إذا طرحنا وتناقشت مثلا أن مثلا هذه الفنانة أو هذا الفنان يصلح لهذا الدور أو إنه ما يصلح، بالعكس يعني جدا متجاوب، يعني ما في فرض تام كان، فالحمد لله. يعني مثل ما أقول لك أجواء هذا العمل كانت طيب وايد سلسة. أنا بسأل السؤال اليوم محير يمكن بالنسبة لك، بقول الأستاذة نهلة الفهد ورمضان، ساعة الصفر المفروض برمضان وما صار برمضان، حرب القلوب مفروض برمضان وما صار برمضان. نعم. والله يستر على دموع الأفاعي، برمضان ولا بعد رمضان؟ يمكن الثالثة ثابتة، ما تدري. يمكن، ما أدري، شو هو كل نصيب. يعني سواء كان، شوف أنا ما بزعل حتى لو ما كان برمضان، أنا ما بزعل. نعم. لأن في تنافس دائما، نحن نعرف أن رمضان في تنافس كبير، ودائما اخر 10 حلقات الناس تكون لاهية بتجهيزات العيد. نعم. وبالعشر الاواخر، فانعرض في رمضان ولا خارج الدوره الرمضانيه انا راضيه. بالنهايه نحن تعبنا واشتغلنا على العمل، وانا ابغي الناس تتابعه، يعني انا ما ابغي يمر مرور الكرام. نعم.
كيف رأيت اليوم الفرق بالاختلافات اللي سويتيها كإخراجيا؟ فيديو كليبات ما شاء الله مع الفنان العرب محمد عبدو وبكر سالم وعبد النجيب عبد الله وحسين الجسمي وراشد الماجد وبلقيس واسماء كثيرة لا تعد ولا تحصى. نعم. كيف صارت النقلة؟ طبعا النقلة أنا ما أقول لك أنها مفاجأة، أنا كنت أفكر فيها من فترة، وأحب لما أخطي خطوة أدرسها. درست من كل النواحي، وأيضا زرت اللوكيشنات لأصدقائي كانوا يصورون، فزرت عشان أشوف طبيعة العمل كيف تكون. زرت لوكيشنات في الإمارات، في الكويت، وفي البحرين، وشفت شوي طبيعة العمل، كيف يصير تفريغ النص، كيف توزيع الأوردر اليومي. وأكيد الشغل يختلف من فيديو كليب أو من إعلان لعمل درامي، لأن بعد في مجموعة كبيرة يعني نجوم عمل، فكيف المخرج بيتعامل معاهم، كيف يتم توزيع المشاهد الشوت ليست على طول اليوم، الراكورات، متابعة الراكورات هذه كلها، فتختلف العملية، لكن بالنهاية في نظرة مخرج، في إدارة مخرج، في حس لازم يوصل وكذي يعني. نهلة كلمينا عن السينما وخصوصا الفيلم الحين اللي يعني نعرض في أمريكا، الحجاب. نعم. كلميني عن التجربة هذه، شلون حسيت الأصداء فيها؟ طبعا كانت تجربة جديدة بالنسبة لي وفيها تحديات كبيرة. فيلم حجاب وبالذات يعني في الأوضاع الراهنة اللي الحين قاعد تصير بالذات يعني حتى في أمريكا وبالدول الغربية، نجاح فيلم إماراتي عربي في دور السينما الأوروبية ودور السينما الأمريكية ويحصد جوائز وإنه يوصل للنصف النهائي، للمرحلة نصف النهائي في جوائز الأوسكار، هذا الشيء أنا أعتبره إنجاز عظيم، حتى بالنسبة لي أكبر من الأوسكار. الحمد لله للحين حصد الفيلم أكثر من 4 جوائز عالمية في مهرجانات عالمية، ولا زال للحين يعرض في المهرجانات العالمية خارج الوطن العربي، نعرض أيضا في دور السينما، نعرض في مهرجان دبي السينمائي، تم تصويره في 9 دول عربية وأجنبية. ناقشنا فيه طبعا موضوع الحجاب، تاريخ الحجاب، مناقشة حادة مثل ما تقولين بين النساء اللي ارتدوا الحجاب والنساء اللي شالوا الحجاب لأسباب خاصة فيهم. طبعا نحن رأينا فيه محايد لأن ما نقدر نحن نفرض رأينا، نسمع كل الأطراف. والحمد لله يعني أنا سعيدة جدا بهذه التجربة، وإن شاء الله عندي نية أني أكررها، ومثل ما قلت ولا زلت مصرة إن شاء الله الفيلم القادم يكون إن شاء الله بالأوسكار إن شاء الله. راح نتكلم عن السينما في مواضيع كثيرة وخصوصا موضوع السينما الخليجية أكيد بعد التقرير إن شاء الله. نهلة الفهد مخرجة إماراتية حاصلة على شهادة في الإعلام والتسويق عام 2000، تعد المخرجة الوحيدة في الإمارات والخليج العربي برز اسمها في العديد من الأعمال الفنية، من فيديو كليبات، أغاني، إلى أفلام وثائقية. So society is always changing. It's always, if it's static, it dies. مو بشيء إجباري، بس أنا يعني هذه أنا. في رصيدها أكثر من 60 فيديو كليب للعشرات من نجوم الغناء الخليجي والعربي، قامت بإخراج عدد من الأوبريتات والأعمال الوطنية وحتى الدرامية. تتميز نهلة الفهد بأسلوبها الإخراجي الخاص وبرفضها بشكل قاطع الانصياع لموجة الإغراءات في التصوير والعمل مع فنانات الجسد. يرد الكثيرون شهرتها ووصولها لكافة أنحاء العالم العربي إلى تعاونها مع كل من الفنانة ديانة حداد ولطيفة. انت لو حبيت غيري كلها ايام وتملا. حصدت عددا كبيرا من شهادات تقدير لمساهمتها في اخراج العديد من الاعمال التلفزيونية والوثائقية. من رديت وانا عندي امان وايد، بس كل امالي اختفت قدام الواقع اللي اشوفه قدام عيوني.
رجعنا بعد الفاصل وكنا نشوف التقرير في شخصيات انت وايد تحبينها وخصوصا بثينة الرئيسي. كلهم ما شاء الله، بثينة ولطيفة وديانة واستاذة زهرة عرفات. الجميع يعني كلهم احبهم وكلهم بالنسبة لي يعني مثل اخوات وعز. من النجوم اللي تفكرين تطلعين او انك تكونين تشاركين معاهم في العمل اللي للحين ما شاركتيهم ومفكره انك تشاركينهم الحين؟ دراميا ولا غنائيا؟ لا دراميا، خلينا نشوف. دراميا والله شوفي انا دائما ما احب اذكر اسامي، اخلي الامور كلها تكون يعني للصدفه ان شاء الله او مثل ما الله كاتب. كلهم خير وبركه، وبالعكس يعني انا تابع الجميع وان شاء الله يا رب الله يكتب لي فيه الخير. يعني شي في تحفظات على الموضوع؟ لا مو بتحفظات، بس يعني انا احب دائما شي، حتى لما كنت اخرج بالكليبات كانوا يسالوني ان منو مثلا الفنان اللي تتمنين تخرجي له والفنانه، فدائما كنت اقول انه خلي الامور يعني مثل ما الله كاتب، وتقريبا تعاونت مع الكل يعني. ف ان شاء الله يا رب الله يكتب لي فيه الخير وتوفق ان شاء الله. طيب انا بتكلم عن الكواليس اليوم اللي تصير داخل تصوير المسلسلات. اليوم التقيت مع شخص فنان بالصدفه، هو صديقي من سنوات طويله، يعقوب عبد الله. اي نعم. اوكي. وقال لي ان لحنه دائمه الضحك داخل اللوكيشن، وخصوصا صار لك موقف وياه، ما انت عارفه قاعد يمثل ولا قاعد يضحك صدق. يعقوب طبعا من الفنانين اللي انا استانس بالشغل معاهم، لان ما شاء الله عليه، اولا عند محترف. نعم. يعني هاي شغله جدا مهمه للفنان. نعم. محترف في اي شغله، انه يقرا دوره من الحلقه الاولى الين حلقه 30. نعم. ويعرف خطه مع منو ماشي. حتى لما صار في موقف ان انا كنت اتكلم معاه على، كان في مشهد قال لي، فذكرني انه بعدين هذا يعني مثل هذا المشهد او شخصيته بشو مرتبطه بعدين. نعم. انا لان افكر بكذا شخصيه، بعشرين شخصيه في العمل، فهو يعني نبهني لهذه النقطه، فيبين شقد هذا الفنان يعني منتبه لخطه الدرامي لوين. نعم. رايح. منتبه ايضا لموضوع راكوراته، ملتزم في حضوره، في تعامله ايضا مع جميع كاست العمل. تحسه هادي لما يتطلب الموضوع يكون فيه هدوء، ويضحك مع الجميع، متواضع ملتزم. ف نضحك نحن، انا تشوف دائما احب الاجواء في اللوكيشن عندي تكون عائليه، تكون اخويه، ما احب التنشن. هذا احلى شيء طبعا يكون لازم في التيم. بالضبط. نهله، شنو برايك دور المراه الخليجيه الحين كدورها انها تكون مخرجه؟ فكلميني عن رايك هالموضوع. طبعا المراه الخليجيه ما شاء الله تطرقت لمجالات عديده ووصلت لمراحل متقدمه، وصارت تنافس الرجل في شتى المجالات. وطبعا هالشيء احنا يجعلنا فخورين في المكان اللي وصلتها المراه الخليجيه، وان شاء الله يا رب ان تبرز اكثر وتثبت نفسها اكثر وتشتغل ايضا على نفسها اكثر. طبعا احنا اكيد فخورين فيك، انت بعد اول مخرجه خليجيه. الله يسلمك. ان شاء الله دائما نقدم صوره مشرفه. واحنا سعيدين في تواصلك ولقائك اليوم، كان من امتع اللقاءات اللي شفناها. شكرا. ونتمنى لك التوفيق. شكرا. والسداد ان شاء الله، ومن اعلى الى اعلى ان شاء الله يا رب، ان شاء الله بتشجيعكم ان شاء الله نوصل لمراتب عاليه. كلمه اخيره تحبين تقولينها؟ اشكركم على الاستضافه، واشكر كل القائمين على المحطه، وان شاء الله يا رب ان ينعرض العمل برمضان او خارج رمضان ولا غير رمضان. متى ما نعرض ينعرض، وان شاء الله ينال على اعجابكم. ان شاء الله باذن الله. شكرا. فاصل وراجعين.